بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم لمادة التربية الإسلامية الصف الثالث من معلمة سهير التميمي. درسنا لهذا اليوم من الوحدة الثانية من الكتاب بعنوان رسولنا قدوتنا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية رقم 21 من سورة الأحزاب. وهذه الآية تدلنا على أن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نقتدي بها ونسير على هداه. نتابع الآن هذا المقطع يا أحبائي لكي نتعرف على اسم درسنا. تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، اليوم سوف نتعلم معا بعض الأدعية والأذكار التي ينصح بتحفيظها للطفل المسلم. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. حصن المسلم الصغير. سنبدأ أولا بدعاء النوم. دعاء النوم. بسمك اللهم أموت وأحيا. بسمك اللهم أموت وأحيا. دعاء الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. دعاء الدخول إلى الخلاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء الخروج من الخلاء. غفرانك. غفرانك. الدعاء قبل الأكل. بسم الله. بسم الله. الدعاء بعد الأكل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. دعاء الخروج من المنزل. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعاء الدخول إلى المنزل. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. الذكر قبل الوضوء. بسم الله. بسم الله. الذكر بعد الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. دعاء الدخول إلى المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. دعاء الخروج من المسجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. لقد تعلمنا بعض الأدعية والأذكار، وسنتعلم المزيد لاحقا إن شاء الله. دمتم. إذا درسنا لهذا اليوم من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أهداف الدرس: أتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يكون قادراً على أن أولاً يتعرف أهمية الدعاء للمسلم، ثانياً يذكر الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، ثالثاً يتعرف معنى دعاء نزول المطر اللهم صيبا نافعا، رابعا يبحث عن أدعية أخرى في مواقف مختلفة. يعد الدعاء من أهم العبادات ومن أعظم القربات إلى الله تعالى، فنحن نتقرب بالدعاء إلى الله عز وجل، والدعاء عبادة عظيمة، فالدعاء يرفع البلاء ويفرج الكرب ويبسط الرزق ويشفي المريض. هذه أهمية الدعاء. إذن قلنا أن الدعاء هو عبادة من العبادات العظيمة، عبادة عظيمة، وهي عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن أهمية الدعاء أنه يرفع البلاء، حيث يختبر الله الإنسان المؤمن ويمتحنه، وعلى الإنسان المؤمن أن يصبر مثلما أخذنا في درس الصبر يا أبنائي، ويدعو الله حتى يكشف عنه هذا البلاء. وأيضاً من أهمية الدعاء أنه يفرج الكرب، أي أنه يكشف الهم ويزيل هم الإنسان المؤمن الذي يدعو الله. إذن بالدعاء يفرج الكرب ويكشف الهم، ويبسط له في الرزق، أيضاً يبسط له الرزق، فندعو الله تعالى أن يبسط لنا في رزقنا أو يوسع لنا في رزقنا، لأن الله هو الرزاق الكريم، هو الذي يرزق العباد، ويشفي المريض، حيث أن الإنسان إذا أصابه أي مرض يدعو الله تعالى أن يشفيه من هذا المرض، وليس معنى ذلك أنه لا يذهب إلى الطبيب، بل يذهب إلى الطبيب ويتناول ويتناول الدواء الذي وصفه الطبيب، ويدعو الله أن يشفيه من هذا المرض، وبإذن الله يشفيه الله من المرض. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى الله بالدعاء في جميع الأوقات والأحوال،
فنحن في جميع أوقاتنا نتوجه إلى الله بالدعاء مثلما رأينا في الفيديو، وسنرى أيضا في الأوقات التي سنأخذها الآن يستحب فيها الدعاء، الأوقات التي يستحب فيها الدعاء. فالآن من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، أولا وقت الصباح، حيث أننا في وقت الصباح ندعو الله تعالى ونقول: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهناك أدعية أخرى مثل ما نرى أمامنا أذكار الصباح، لكن الآن في هذا هو الدعاء المطلوب حفظه. وقت الصباح: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهناك أيضا وقت المساء يستحب فيه الدعاء، ونقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فنحن في وقت الصباح ووقت المساء ندعو الله تعالى ونوحده وندعوه ونقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأيضا يستحب من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء أذكار النوم، فعندما نذهب إلى النوم نقول أذكار النوم، ومنها سنأخذ اليوم: بسمك اللهم أموت وأحيا. وهناك أدعية كثيرة من أذكار النوم، ولكن اليوم المطلوب حفظه هو: بسمك اللهم أموت وأحيا. وهناك أيضا أذكار ما بعد التسليم من الصلاة، حيث أننا بعد أن ننتهي من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة والتسليم، نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. هذا الدعاء نقوله بعد التسليم من الصلاة، وهو من الأوقات أيضا التي يستحب فيها الدعاء. وأيضا من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء دعاء زيارة المريض، حيث أننا عندما نذهب لزيارة المريض ننال أجرا كبيرا من الله تعالى، وندعو للمريض بالشفاء حتى يشفيه الله تعالى، وندعو له ونقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إذن نقول دعاء زيارة المريض عندما نزور المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ويستحب أن يقال هذا الدعاء 7 مرات. وأيضا من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء عند وقت نزول المطر، حيث أننا عند نزول المطر نقول: اللهم صيبا نافعا. ماذا نقول عند نزول المطر؟ اللهم صيبا نافعا. الآن لدينا نشاط في الكتاب، صفحة نشاط 4 في الكتاب، صفحة 35 نناقش معنى دعاء نزول المطر. ما معنى اللهم صيبا نافعا؟
معنى كلمة صيبا أن الصيب في اللغة العربية هو المطر، وفي أقوال أخرى يقال أن الصيب هو السحاب، وهو مشتق من أن المطر حين يهبط من السماء يصيب الأراضي، ومعنى نافعا أي بلا ضرر والنفع. فعند الدعاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا، فأنت إذن تسأل الله عز وجل أن يعطينا من هذا المطر النفع ويرفع عنا الضرر. الآن الواجب نشاط 5 في صفحة 36، ابحث عن أدعية أخرى في المواقف الآتية: سماع الرعد، وعند رؤية جمال الخلق، وعند وقت ليلة القدر. هذا هو الواجب. مفاهيم درسنا لهذا اليوم: الدعاء عبادة عظيمة، حيث أن الدعاء يرفع البلاء ويفرج الكرب ويبسط الرزق ويشفي المريض. هذه هي فوائد أو أهمية الدعاء لله عز وجل. طبعا عندما ندعو الله عز وجل، ولا ندعو أحد إلا الله عز وجل. تعلمنا في هذا الدرس أننا نطلب العون دوما من الله تعالى، وقيمة درسنا لهذا اليوم أننا دائما وأبدا نطلب العون من الله، وعلينا الدعاء لله في السراء والضراء وفي جميع الأوقات والأحوال. الآن لدينا تدريبات سنقوم بحلها. لدينا السؤال الأول في صفحة 36، أضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. هيا سنتعاون على حل هذه الأسئلة. ألف: المسلم يطلب العون دائما من الله تعالى. من سيجيب؟ أحسنت يا محمد، بارك الله فيك، إجابة صحيحة. إذن المسلم يطلب العون دائما من الله تعالى، إجابة صحيحة. ب: يستجيب الله دعاء المؤمن. تفضل يا محمد. نعم، إجابة صحيحة، أحسنت، بارك الله فيك. جيم: يعد الدعاء من أعظم العبادات إلى الله تعالى. تفضل يا أمين. نعم، أحسنت، إجابة صحيحة، أحسنت يا أمين، بارك الله فيك. ننتقل إلى التدريب الثاني. السؤال الثاني في صفحة 37، أصل بين العبارة في العمود الأول والدعاء الذي يناسبها في العمود الثاني. في العمود الأول العبارة الأولى دعاء زيارة المريض، من يذكرنا بدعاء زيارة المريض؟ أحسنت، بارك الله فيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. هذا دعاء زيارة المريض، بارك الله فيك. الآن دعاء نزول المطر، أحسنت، بارك الله فيك، اللهم صيبا نافعا. أذكار الصباح، نعم أحسنت، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أذكار النوم، نعم أحسنت، بارك الله فيك، باسمك اللهم أموت وأحيا، بارك الله فيكم يا أبنائي، أحسنتم. إذن تم الانتهاء يا أحبائي من درس من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم ولحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في درس قادم بإذن الله تعالى، ودمتم بخير.